طيب العدل ده واحد سأل قال يا أخي أنا مثلا متزوج مرتين، واحدة في العاصمة واحدة في الولايات، وأحيانا أنا عملي في الخرطوم مثلا، إلى أي درجة ممكن أنا أقدر أعدل؟ ما بقدر أعدل في الزمن يعني في المبيت. أي طبعا في الحالة دي طبعا بتاع الغليم دي عندها بيت هناك وياها بغرية وتربى هناك وساكن هناك، ظروف العمل جابته الخرطوم، الزواج واحدة في الخرطوم. يوم الحالة دي ما إذا كانت المسافة قريبة كل 15 يوم يمشي للزوجة بتاعت الأغاليم البعيدة كل شهر، ويمشي مثلا الجمعة والخميس وهكذا يوم العطلات وهكذا، يعني دي بيجتهد. دي كمان برضه كمان تشدد عليه، من لأنك أنت زي ما داري حقك ما عندك داري حقك وهكذا. طيب ناخذ معنا مكالمة ثانية. ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا مرحبا، عليكم السلام، منو معنا؟ عليكم السلام، معك عبد الباقي طلحة الحصيصة. منو؟ عبد الباقي طلحة الحصيصة. مرحبا يا عبد الباقي، تفضل. عبد الباقي طلحة معك يا عبد الباقي، تفضل. بضاحين يعني. اهلا وسهلا. وداك الحاك، انا مثلا مولانا يعني نفس السؤال كنت انا مر اي كنت في استزاد، اذا كان عندي مره في البندر ومره برا المدينه حيكون نفس الشهرانيه مثلا. ايوه بجيب السيوف اللي بطلوا دي السيوف والله نفس العيشه في البلد ذات. ايوه العيشه، نوع العيشه ذاتها. ايوه طيب عندك سؤال ثاني يا عبد الباقي؟ خلاص. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا عبد الباقي من حصحيصه. حقيقه سؤاله منطقي ومهم جدا، انه حتى طريقه العيشه مرات بتختلف من زوجه لزوجه. في زوجه اهلها اصلا ربوها على طريقه معينه، وثقافتها الغذائيه تختلف. في ناس الريفيه هو بياكلوا مثلا العصيده والقراص وكذا، ناس البندر بياكلوا اشياء مختلفه، او هي تربت مثلا بتاكل اشياء ثانيه مختلفه. ودي تكاليف عاليه، يعني مثلا الزوجه مثلا ساكنه في حي راقي ما زي المرأة ساكنة في قرية، يعني احتياجات المدينة مختلفة من احتياجات القرية. أيوة. هل نوع الطعام البطعم لون هو واختلافه ده برضو ما عدل يعني فيه؟ طبعا في الحالة دي والحي يشترط عليها وتقدم للزواج منه. وهو كان مثلا هو قال يا زول أنا دخلي كده ومعيشتي كده وكده وظروفي كده، قبلان بي انت ابوك وانت من اسره غنيه ومرموقه لكن اسره فقيره. انا يعني بصرف عليك على قدر دخلي، اي ما تكلفيني بحي، ما انت عارف انا مرتبي كده، انا دخلي كده، ما باجي لك شقه فاخره، شقه كده، اوضه كده، وحيات كده. قبلان قالت قبلان بي هنا ما قريب مرتبك البسيط ده انا قبلان وارضى به. اي ويفهم الحاله دي ممكن، لكن يقوم يصهل ليه انه هو مروغ ويرديها كل طلباته بعدين تجي المشاكل تجي فاجع. هاي الزوجين الزول ده قال لنا انا مروغ واطلع ما مروغ. انا قصدت يا شيخ انه ما تكلفه الحياه في المدينه كثير، مثلا اذا كان هو في القريه بيصرف مثلا 2 مليون 3 مليون على المره في الشهر او اقل حسب التكلفه، في الخرطوم بيكون التكلفه اعلى. اي طبعا جمع علي دي حياه ثانيه، دي حياه ثانيه طبعا في القريه. اول حي اللبن بيكون رخيص لانه في وسط القريه البهاي. الخضار بيكون رخيص لانه وسط الغري وكده. هنا البندر اللي هي كل حاجتها بالقروش. ايوه طبعا دي ظروفها كده وظروفها كده، يعني ما فيها ظلم للطرف الثاني، ما في كده، ما فيها ظروف. طيب